السنة الثامنة اللي احنا نسوي هذه الفعالية التوعوية عن السكر. طبعا بالنسبة حقي كتغذية وسكر العلاقة وثيقة ما بين التغذية والسكر، فاحنا هنا عندنا مشاركة ان نوعي الناس شلون الاكل يأثر على مستوى السكر، وشنو انواع الاكل اللي ياكلونها، وشنو انواع الاكل المفروض يكونون حريصين على كميتها عشان يحافظون على سكرهم المستويات الطبيعية. عندنا الحمد لله اقبال من الصبح كبير في فحص السكر، فحص القدم، فحص العين، وعندنا استشارات طبية، فان شاء الله الناس ندعوهم ان يتواجدون معنا عشان يشيكون على سكرهم ويطمنون على صحتهم. قاعد نسوي الفحوصات اللي هي السكر والضغط والكوليسترول والسكر التجسسي وفحص قدم السكر وفحص القاع العين مع الأطباء والأخصائيين التغذية والعلاج الطبيعي. أغلب الأقسام المعنية بمرض السكر مساهمة بهالفعالية هذه، من بينها طبعا قسم الصيدلة، التغذية، المختبر. فتقريبا المريض يشوف الدكتور، إذا في محتاج فحوصات معينة يحول على الوحدة، وبعدين آخر شيء المريض ممكن يروح قسم التغذية أو قسم الصيدلة يسأل عن الأدوية، خاصة الأدوية اللي هو قاعد يستخدمها لعلاج مرض السكر.